السلام عليكم. نعم. أخبارك إيه؟ الحمد لله. نسألكم الدعاء يا شيخ مصطفى، الله يكرمك. الله يكتب لنا ولك التوفيق والسامعين والسماعات في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. كان سؤال بس يا شيخ، لو الواحد في نيته إن هو مثلا يضحي وبرضه في إمكانية إن هو ممكن يطلع يعمل عمل مثلا صدقة جارية في جامع، فأيهما أولى، إن هو يضحي ولا إن هو مثلا يجيب تكييف في جامع يخفف شوية في الحر ده وكده؟ والله يعني شايف الأضحية أجرها طيب إن شاء الله. إن شاء الله في كل خير.